نفسي يوم لما أخطط إني أنام بدري أنفذ مخططي وأنام بدري. لازم أسهر، بالذات لو إنه عندي حاجة مهمة. لا خلاص، تحصل مضاربة بيني وبين النوم، ما يجيني نوم أبدا 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 أبدا، ما عارفة ليه أصلا. عادي. هاي أحلى المساء، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. طبعا باين من صوتي إنه أنا حرفيا نمت نومة محترمة. قلت إني أنام بدري عشان أصحى بدري، بس نمت الساعة 4 وصحيت الساعة 10. طحاني رامي. سو فيديو اليوم حيكون زي ما انتو شايفين تحت في العنوان، اللي هو فلوج يوم كامل في الدرة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدي. تابعوا انستغرام سناب تيك توك، حيظهروا في الشاشة، حتلاقوهم موجودين في صندوق الوصف. سو ما طول عليكم في المقدمة أكتر من كذا، يلا نشوف الفيديو. حاليا أنا ورامي عايزين نسبح، ف هيا يا جماعة الساعة 10. حرفيا حر، باين كمية الحر تقريبا. سو ننزل نسبح، نبرد على نفسنا شوية. طبعا لينا تقريبا ساعة بالضبط بنسبح. هذا كرامي، ما اعرف اذا باين، انا حرفيا ما شايفه شيء، انا قاعده اصور وانا ما شايفه حاجه. المهم حاليا قاعدين ندور دباب بحري، انه زي اذا انتم شايفين هناك، انا حرفيا ما اعرف باين حاجه ولا لا اصلا، فبندور. اذا لقينا حنركب، واذا ما لقينا خلاص. سو حاليا زي ما قلت لكم قاعدين نسبح. جايز حرفيا لقيت كميه من الصدف، كميه من الاحجار اللي تجنن اللي زي كذا. سو كمان لقيت محارة، حماس. سو حاليا انا خدتهم برا، ان شاء الله بعد نطلع من الموية حوريكم. لا ان شاء الله بالله، شوفوا يا جماعة الحجارة دي تجنن كيف. المهم زي ما قلت لكم حطلع من الموية ان شاء الله واوريكم. اوكي، طبعا دوبي خارجة من البحر، وده الصدف اللي طلع معاي والحجار. جايز مرة يجنن، واشتهيت اروح اسبح مرة تانية عشان اجيب زيهم، فخمين شديد. اوريكم شو اسمه، دي البلكونه حقت الغرفه اللي انا فيها، ودي الاطلاله حقتها. تمام، زي ما انتم شايفين هنا في جلسه، فيها ناس ما حقدر اصور، وهنا البحر، هنا السباحه، وهناك الجزئيه الثانيه الدبابات. زي ما انتم شايفين دي الاطلاله حقت الغرفه حقتي. طبعا ده الهول حق الشاليه، وده احلى مكان حرفيا. المكان ده انا بعشقه، بس كده اجي اقعد وخلاص ما عايزه حاجه. حاليا مش اسمه نزلت الجلسه اللي هي تحتنا طوالي كده، رسم واطلال على البحر، احلى يعني حرفيا افضل مكان الواحد يرسم فيه كده بمزاج. البحر، دفتر، وبس ده جوي. بالله اللي يحب كده يكتب لي في الكومنتات، عشان ما ادري، بس انه اللي يحب كذا يكتب لي في الكومنتات. جايز طبعا قبل شوي خلصت الرسمه دي هي، بس ما عارفه ليه الكاميرا مبينه كذا. المهم شكرا لتسجيل الدخول ايتها الذبابه. المهم ما علينا. سو حاليا خلصت رسم، وطبعا بعد طلعت من المسبح ما من البحر قصدي ما اكلت. سو حرفيا حاليا الميتة جوع، فحطلع اكل وبعدها حنروح مارينا حصور لكم. خليكم مع الفيديو. سكيب لي شكلي لانه سويت شعري سريع سريع عشان اتاخرنا. حاليا احنا وصلنا المارينا، عاوزين نمشي نركب مراكب وحاجات زي دي، ان شاء الله انه نلقى لانه احنا جينا متاخرين. سو خليكم مع الفيديو. شوية كبير، واللي هو انه احنا وصلنا المارينا وسألنا عن المراكب وكده، قالوا انه من وقت جات الكورونا اتوقفت التأجير والحاجات اللي زي كده. تمام، سو حنرجع حنركب دبابات او سيارات، ما متأكدة، بس ربي قاهر كنت متحمسة، وحتى جايبة عصاية السيلفي، بس عادي.
غيره في غيره. احنا زي ما انتم شايفين انا ورانا ورام ركبنا عجلات وحنمشي بها كده نص ساعة ساعة ما ادري وبس. والله اصلا عادي ما حتحاول يثبت الكاميرا 10 ساعات في الدراجة وفي النهاية الكاميرا راحت فيها وطاحت. حبينا نختم قعدتنا بالكوفي اللطيف الجميل ده حقيقي. حبيت يعني حتى زي شوفوا بلالون البنطلون كيف جاي. مرة حبيت الاضاءة حرفيا. مرة يجنن يا جماعة مرة يجنن الكوفي. زي ما انتوا شايفين رجعت الشاليه سامعين برا اهلي رابينها شديد اغاني وكده. حوريكم هسه وحماس وفله وما ادري ايه. الشخصيه دائما بتقولوا لي طلعها في فيديوهاتي كثير واللي هي كيتي يا عمري. اي حسبت حتعضيني يا عمري كيتي كيتي.